جولتنا اليوم مع فنان ومؤلف موسيقي وعازف بيانو، لقاؤنا مع الفنان المصري محمد قدري الذي التقاه فريق برنامج الألوان السبع أثناء زيارته لتركيا. الفنان الموهوب الذي يرى أن التأليف الموسيقي وآلة البيانو خصيصا رسالة يجب أن يحملها كل فنان على عاتقه، ويرى أيضا أن آلة البيانو يمكن أن تجمع بين الروح الشرقية والأسلوب الكلاسيكي. بالنسبة للبيانو ابتديت أعزف من سن 5 سنين، كنت بعزف سماعي بشكل هاوي، وبدأت أتعلم بشكل أكاديمي مع دكتورة جيلان عبد القادر، هي كانت وكيل كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان في سن 12 سنة تقريبا. درست بعدين بجامعة ترينيتي كوليدج للموسيقى والفنون فرع القاهرة، وحصلت على جريد 4 on piano and harmony، اللي هو البيانو، درست البيانو بتقدير امتياز الحمد لله. ده بالنسبة للبيانو. التأليف الموسيقي أنا ما تخصصتش بشكل أكاديمي في التأليف الموسيقي، قد ما جبت كتب كتير جدا ليها علاقة بالتأليف الموسيقي، وابتديت أن أنا أقرأ عشان أفهم الأشكال الموسيقية وأشكال التأليف الموسيقية المختلفة، بالذات الموسيقى الكلاسيكية وقليل عن الموسيقى العربية، وبناء على ده ابتديت أن أنا أحاول أكون شكل جديد في الموسيقى الخاصة بي. وسألنا الفنان المصري عن أهم محطاته الفنية فأفادنا. أهم محطة فنية ليا أني عملت حفلة في 13 فبراير 2004، كنت ضيف شرف فيها في حفل المؤلف الموسيقي الجزائري عبد المنعم سعيد، هو اللي قدمني as a guest of honor أو ضيف شرف في حفلته في اليوم دوت، وكانت دي بداية انطلاقة لعدد كبير من الحفلات والريسيتالات بعد كده في دار الأوبرا المصرية. الموسيقى العربية ومدى الاهتمام بها كانت من النقاط التي أشار إليها ضيفنا الكريم. يعني الفنون الأصلية، الفنون الحقيقية، ما بتلاقيش القدر ده من الاهتمام، قد ما للأسف بنلاقي الأعمال التجارية، أقدر أقول ما أقدرش أقول عليها حتى فن، بتلاقي اهتمام طبعا أكبر بكتير. وتطرقنا مع الأستاذ قدري إلى خططه المستقبلية فأكد لنا. خططي المستقبلية أني أحاول أخد عدد أكبر من الحفلات في أماكن مختلفة. أنا بشتغل دلوقتي في أول ألبوم ليا إن شاء الله، ويمكن خلال سنة بإذن الله أقدر أنتهي من أول ألبوم. هحاول أنا أوصل الأفكار بتاعتي والشكل الجديد للموسيقى بتاعتي للناس، اللي هي الموسيقى دي مش لمصر أو لتركيا أو لدولة معينة، هي بتعبر عن أفكار عامة، أتمنى أنها توصل لأكبر عدد من الناس. الموسيقى الكلاسيكية التركية التي تطورت على يد النخبة المثقفة في المدن التركية كانت مثار إعجاب ضيفنا الذي أردف قائلا: الموسيقى التركية طبعا هي موسيقى لها تاريخ طويل وموسيقى مميزة جدا، وزي ما بيقول الواحد لو سمعت بس كده جزء صغير من الموسيقى بتعرف ان ده موسيقى تركية، يعني من قد ايه كتر هي موسيقى مميزة عن بقية، يعني اكتر تميزا من انواع اخرى من الموسيقى. الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هتلاقي ان احيانا انواع كتير من الموسيقى بتندمج، مش بس في الموسيقى التركية، هتلاقي احيانا في اعمال موسيقى تركية مشابهة قوي للدول العربية والعكس، يعني بقت في حتى على مستوى الأغاني العادية اللي بنسمعها فيها تشابه كبير من الموسيقى التركية. لا شك أن الموسيقى مثل الشجرة التي تثمر أو العصفور الذي يغرد، لا يقصد شيئا سوى الجمال والإبداع، فالموسيقى جزء من حضارة البشر، لكنها لغة ليست منطوقة فقط وإنما منغمة أيضا. وقد أوصى العالم ابن سينا بالاستماع إلى الموسيقى لأنها تسكن الأوجاع، حيث قال أن من مسكنات الأوجاع 3: المشي الطويل والغناء الطيب والانشغال بما يفرح الإنسان.